كشف عبد الإله مؤمن رئيس نادي الأهلي حقيقة انتقال عبد الرحمن غريب ومحمد العويس ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إلى الهلال والنصر. وأنباء قوية ترددت خلال الأيام الماضية عن اتفاق الهلال مع غريب وموافقة الأهلي على بيع العام الأخير من عقد العويس إلى النصر. ونفى مؤمن في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد وجود أي مفاوضات بين إدارته ونادي النصر لبيع المدة المتبقية من عقد العويس. وشدد رئيس النادي الأهلي على أن العويس عاشق لقلعة الراقي ويحترق في كل مباراة من أجل الفريق. وعن غريب أعلن عبد الإله مؤمن استمرار اللاعب الشاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. ولفت مؤمن إلى أن عقد غريب مع النادي الأهلي لا يزال مستمرا لعدة سنوات قادمة. واختتم رئيس الأهلي تصريحه جميع أبناء النادي الأهلي الأوفياء مستمرون مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة. تعيش إدارة نادي النصر في حالة من الصدمة بعد وداع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مفاجأة مدوية استقبلها مجلس الإدارة الجديد برئاسة مسلي آل معمر. وخسر النصر بهدف نظيف أمام الفيصلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بنصف نهائي كأس الملك مساء الأحد على ملعب مرسول بارك. فجرت صحيفة الشرق الأوسط مفاجأة بالإعلان عن أن إدارة آل معمر بدأت اجتماعات متلاحقة وطرحت على طاولة المناقشات إقالة الكرواتي آلين هورفات من تدريب النصر، وذلك بعد الخروج المفاجئ من نصف نهائي كأس الملك. وتابعت أن إدارة النصر لن تتخذ قرار إقالة هورفات إلا في حالة إيجاد البديل المناسب خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة أن العالمي مقبل على مباريات هامة في دوري أبطال آسيا منتصف الشهر الحالي. وبدأت إدارة النصر البحث في ملفات مدربين لاختيار الأنسب لقيادة الفريق ليعوض هورفات حال تمت إقالته، حيث وضع آل معمر الخبرة في الملاعب الخليجية كأولوية للتعاقد مع المدرب الجديد من أجل التأقلم سريعا مع الفريق. وغير بعيد عن العالمي، حسم سعد الشهري مدرب منتخب السعودية تحت 23 سنة قراره النهائي بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وأنباء قوية ترددت عن تفاوض الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للتعاقد مع الشهري. ويرغب مسؤول النصر في التعاقد مع الشهري على سبيل الإعارة لمدة شهرين فقط من أجل خلافة الكرواتي آلين هورفات المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم. ووفقا لصحيفة الرياض، رفض الشهري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفترة القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الشهري لن يلتفت لأي عرض في الوقت الحالي، وتركيزه فقط على تجهيز الأخضر للمحفل الأولمبي الكبير فقط. جدير بالذكر أن الشهري قاد منتخب السعودية تحت 23 سنة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو والتي تقام في العام الحالي، وذلك عقب احتلال المركز الثاني في كأس أمم آسيا 2019. يبدو أن أيام الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال باتت معدودة في ظل التقارير الإعلامية التي أشارت لوصول علاقته مع المدرب البرازيلي إلى طريق مسدود. وخرج جيوفينكو من حسابات ميكالي لحساب الأرجنتيني فيتو والذي قرر الاعتماد عليه في القائمة الآسيوية. وأشارت تقارير فرنسية إلى وجود مفاوضات من جانب الهلال للتعاقد مع رومان فيفر لاعب نادي بريست. وتابعت أن الفرنسي فيفر صاحب 22 عاما يجيد في مركز الوسط والجناح الأيسر ويقدم مستويات مميزة مع فريقه، الأمر الذي دفع الهلال للتفاوض معه من أجل الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وصحيفة فرانس فوتبول أشارت إلى أن الهلال عرض 6 ملايين يورو راتبا سنويا من أجل إقناع اللاعب الفرنسي
للموافقة على ارتداء قميص الزعيم. وغير بعيد عن الهلال، حسم الإعلامي الرياضي سيف الرخيص الجدل المتداول في الفترة الأخيرة بشأن تولي الرومالي ميريل رادوي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بداية الموسم المقبل. وأعلن الإعلامي سيف الرخيص عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر استحالة تعاقد الإدارة الهلالية مع رادوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. واقتحم رادوي عالم التدريب في يونيو 2015 عندما قاد العملاق الروماني بوخارست، حيث لعب معه 29 مباراة حقق خلالها 13 انتصارا و7 تعادلات مقابل 9 هزائم. وأبدى المسؤولون عن الرياضة في رومانيا إعجابهم بعمل رادوي ليقرروا تعيينه مديرا رياضيا للمنتخب الوطني تحت 21 سنة، ثم مدربا له في أغسطس 2018. وحقق النجم الروماني الكبير أرقاما رائعة مع منتخب تحت 21 سنة، وذلك ب10 انتصارات مقابل 3 تعادلات ومثلهم في الهزائم. هذه الأرقام الرائعة قادت رادوي لتدريب المنتخب الروماني الأول لكرة القدم في نوفمبر 2019، والذي حقق معه 3 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم خلال 8 لقاءات. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.